هو الجانب الامريكي لو احنا رجعنا الحمله الانتخابيه لدونالد ترامب والجماعه اللي اشتركوا معاه مؤخرا، بالذات ماتيس وزير الدفاع وتالرسون وزير الخارجيه وماك ماستر وزير اللي هو مستشار الامن القومي، بنبص نلاقي ان دول عندهم فكره باستمرار ازاي انه يحصل تحالف ما بين الولايات المتحده والعالم الاسلامي السني لغرضين: هزيمه الارهاب ومواجهه ايران في المنطقه. فالاثنين دول يعني نقدر نقول توارد خواطر جايز، او ان الفكره كانت بتتداول بين دبلوماسيين وسياسيين على انها افكار، وبعد ذلك جاءت فكره الاقتراح بانه يكون شكلها هكذا.